السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحشوني يا أحلى مطبعين في الدنيا، يا رب تكونوا بخير. النهاردة فيديو جديد هنعمل مع بعض رباط شعر حلو جدا، أو طوق شعر حلو جدا، بجد هيعجبكم، حلو جدا للمناسبات اللي احنا فيها اليومين دول، طبعا بمناسبة العيد وكده، والمناسبات الخطوبة والجواز والمناسبات الحلوة دي. فإن شاء الله هنعمل مع بعض طوق أو رباط شعر حلو جدا هيعجبكم، فخليكم معايا لاخر الفيديو، ما تروحوش في اي حته. عايزه اقول لكم اول حاجه محتاجاه، محتاجه الشريطه لونها ابيض، طبعا اكتر لون بيطلبوا عليه طلب هو اللون الابيض، فانا محتاجه اول حاجه شريطه لونها ابيض، دي مقاسها متر، انا قصاها كده متر. ومحتاجه كمان اللي هو الفرع الاخضر ده، الفرع ده بتشتريه بالمتر او بالبكر على بعضها، المتر تقريبا عامل في السوق من 5 ل 6 جنيه. ومحتاجه كمان الورد الفوم، كل الحاجات دي هي اللي محتاجاها بس للعمل الشريط بتاعي او الطوق. فكره بسيطه جدا وحلوه بجد هتعجبكم، وبسيطه جدا ومش هياخد معاكي ولا وقت ولا جهد ولا اي حاجه خالص، بالعكس هتعمليه في وقت قصير جدا، تقدري تعملي منه اكبر كميه سواء هتطلعيها جمله او قطعي. فاول حاجه هنجيب الشريطه معانا اللي احنا قصيناها دي متر، وهنصفها كده، يعني هقسمها نصين، هجيبها كده على بعض نصين زي ما انتم شايفين، ممكن بس معايا ده على جنب، واجيب الشريطة كده نصين ونص كده، وابدأ احط شمعي كده واحدد النص اهو. بعد كده هجيب معايا الفرع الاخضر ده اللي انا جايباه، هاخد منه حوالي 45 سنتي، ناخد منه 45 سنتي، ممكن تعمليه 45 سنتي او 50 على حسب ما انتي حابة، بس انا شايفاه 45 سنتي مناسب جدا. وهقص كده، على فكرة بيتباع جاهز غالي جدا، اما في الهاند ميد يعني هو شغل بسيط وحلو جدا وعليه طلب. هنجيبه كده برضو اتنين نصين، سو هجيب القطعة كده في النص، احط حبة شم عشان يطلع معايا الرباط مظبوط، ولو حابين تعملوه على طوق وكده يعني اكتبولي ان شاء الله وهعمله معاكم. هبدأ احط كده شم، مش بحط شمع كتير، على الناحيتين، وهبدأ افرد الفرع الاخضر معايا ده، الفرع الاخضر ده بيدي شكل حلو جدا، وحلو جدا الرباط ده بجد، يعني بينفع للكبار كمان والصغيرين، يعني مش للكبار بس او الصغيرين بس، لا هو بيناسب جميع الاعمار. لو انتي حابة تكبري اللي هو الشريطة اللي احنا عاملينها، احنا عاملينها متر، ممكن تعمليها متر و10 سنتي او متر و20 على حسب ما انتي حابة. انا برضو هعمله كده من الناحية التانية، وهاجي كده اهو، وابدا احط كده، انا جبت السبت اللي هي الحته اللي في النص، وهبدا احط من الجناب كده الورد. هحتاج كل اللي هحتاجه 8 وردات من الفوم الابيض، طبعا اكتر لون بيبقى مطلوب الابيض او البامبي او كده حسب الطلب، فانا اللون المطلوب معايا لون ابيض. بحاول اسيب مسافة حوالي 1.5 سنتي او 2 سنتي كده، هو طوق بسيط جدا او رباط بسيط جدا، بس بجد مطلوب اليومين دول، عليه طلب حلو، بينفع في الحفلات او اعياد الميلاد او كده.
عليه طلب حلو جدا. بصوا بجد حاجة بسيطة جدا، ما اخدش معايا ولا وقت ولا جهد زي ما انتوا شايفين كده. ممكن نحط عليه استرس بيلمع هنا، او براحتنا بقى ممكن نحط استرس بيلمع او نخليه زي ما هو كده. انا برضو كنت عاملة برضو اكتر من، يعني كان مطلوب مني حوالي نص دستة وكده، انا كده كنت عاملة منه حوالي نص دستة، هي مطلوبة مني حاليا. بيطلع بسعر حلو جدا، مش هياخد معاكي طبعا الفوم ورد. الفوم ده بيبقى عامل قطعي 10 جنيه، وتقريبا في الجملة عامل 7 جنيه ونص، يعني احنا هنقول مجموعة ب10 جنيه. واللي هو الورق ده، اللي هو شريط الورق او الفرع ده بتاع الورق، ورقة الشجرة، عامل تقريبا المتر 5 جنيه او 6 جنيه على حسب، يعني في مرات بجيبه ب6 ومرات بجيبه ب5 على حسب. والشريطة دي المتر عامل فيها تقريبا 2 جنيه ونص في الجملة، او من 2 جنيه ونص ل3 جنيه ونص، يعني هو مش مكلف ان شاء الله خالص. لو حسبتيه مش هتلاقيه سعر التكلفة بسيط. فده بصوا كده كان مطلوبين مني، حلوين بجد بجد، شكله حلو جدا. بصوا وطريقة تقفلته حلو جدا، بيكون الفيديو بسيط كده وجميل. فده اللي هو الرباط بتاع العروسة او رباط الافراح، بيبقى جميل جدا بجد وحلو جدا في المناسبات. يا رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.